حديث البلد مع الكوين اوف ستيج ميريام فارس. نعيمة طلعوا الأسامي برافو. ميرياميز يعني ميريام فاز ميرياميز بونسوار بكل الميرياميز هون وببيوتهم وهيدا الكورة صور ورا. ثانك يو. أنا كمان فان. شو اسمه ميرياميز؟ ميرياميين. إيه؟ ميرياميين. أنا ميرياميون. أنت ميريامي. من زمان وجاي. على فكرة ميريام كثير انبسطت بس عرفت إنه أنت صديق البرنامج. ميرسي. وأنا كمان. وبحس إنه رح يكون رح يعمل شيء إضافي لهالبرنامج أكثر من ما هو هالقد ناجح. أكيد وأنا بلاش غار من هلا. أنت الوحيد اللي ما لازم تغاري. ميريام كنت وش خير على حديث البلد من انطلاقته بنيسان 2009. الام تي في فتحت ب7 نيسان، نحن طلعنا الخميس ب9 نيسان، واليوم انت معنا بافتتاح الموسم السابع من حديث البلد اللي راجع بروح جديده. ميريام سنه عن سنه يعني ست مواسم ست سنين يعني هلا في الموسم السابع عم بترسخي نجوميتك اكثر واكثر على الساحه اللبنانيه الخليجيه والعالميه، ومؤخرا صدرت اخبارك كل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجك من العريس اللغز داني متري، حاله التسمم القويه اللي تعرضتي لها، وبعد طرح البومك الهيت امان اللي اثار جدل من حيث اختيارات الاغاني الأنماط الموسيقية وحتى الفوتوشوت والإعلان اللي سبقوا. وانت معنا الليلة لنحكي عن هالعمل اللي طلع نمبر 1 بين ألبومات الوطن العربي والألبومات العالمية بأول نهار نزل فيه على الآي تيونز، وعمل ترند على تويتر لمدة 3 أيام بالعالم العربي وخاصة بالسعودية. يعني هيك كمان نعيم اول ما ينزل غنيه هيك عم تعمل نفس الشيء. ما بتعرف عن فوزي بولوزي بعد يمكن سنة. طبعا انا اللي بعرف عن فوزي بولوزي. عندها قصه عن فوزي بولوزي رح خبرك اياها بعد. بعرف عن فوزي بولوزي. ميريام كلنا بنسمع انه الفنانين العالميين مثل بيونسي مادونا ليدي غاغا بيكونوا منتجين منفذين لاعمالهم، بس لاول مره فنان عربي بيتجرأ يعمل هالخطوه بكل مسؤولياتها. اول شيء للي ما بيعرف عم بيسمع شو يعني منتج منفذ، وقديش هالشيء اخذ منك شغل؟ هلا بالمجمل العام بوطننا العربي منتج المنفذ بيكون الشخص يلي بيعمل اذا بدك سلكشن للاغاني. نعم. من الملحنين بيعطيهم للفنان، الفنان بيشوف اي اغاني حابهم اكثر شيء. نعم. بيروحوا على التوزيع. هلا بحالتي انا المنتج المنفذ كان مفروض الشخص اللي ياخذ الافكار اللي انا اوريدي حاطتها لكل غنيه بالالبوم ان كان توزيع ولا لحن ولا كومبينيشن بين 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 شعبين. فقلقي على هالافكار انه ما يوصلوا للاشخاص الصناع هالالبوم خلاني اني انا اقوم بهالمجال بمجال المنتج منفذ. فكل اغنيه لوحدها اشتغلناها كانه هي هيت الالبوم. على كل حال تخطت تكاليف الحمله الاعلانيه اللي عملتيها للالبوم ربع مليون دولار. ليش قررتي تعملي الاعلان عباره عن فيديو كليب بدل الاعلانات العاده اللي نحن بنشوفها اللي هي صور وبيمرق فوقهم اغاني؟ كارين يلي صورت لي الفوتوشوت هي وشريف عرضت علي هالفكره بما انه عملنا فوتوشوت كانت كل نهار وكانت كايند اوف صعب شوي. وكان في فيديو جاهز وكان في فيديو كاميرا فيديو كانت كل الوقت عم بتصور لانه الفوتوشوت ما كانت عاديه يعني ما كانت مجرد بوزيت مع صور مثل ما معودين نحن. لا. كانت عباره عن اريال يوغا على الهامك. ف الاريال يوغا يعني هي نوع من اليوغا اللي معلقة فيها على الهامك يلي هي حبلة. ايه اذا بدك سوري اريال يوغا اريال يوغا
لا بس لفظة شوي تقطع بس انه هيدا الاسم بالتحديد يعني في عنا يعني ليش مش بيرسيل يعني مثلا لا بس خلينا لمنى احتراما لسكنا لا هي لمنى اكسكلوزيف هو البيرسيل يوجا احلى شيء بيرسيل يوجا ايه ايه بس هلا مرت الجاي حطي غسيلاتك وقتها يوجا مرت الجاي حتعمله ميريام هو متطور اكثر من الاسم ان شاء الله بالتعاون مع منى بالتعاون بعد ما كان فيها صعوبه الفوتوشوت قرروا انه يصوروها فيديو بنفس الوقت ومن هالفيديو عرضوا علي انه ليه ما بتكون دعايه الالبوم عباره عن اغنيه اللي هي عنوان الالبوم عملوا لي مونتاج وفرجوني اياها وحبيتها وهيك نزلت على السوق ونحن قد ما حبيناها لهالفوتوشوت وقد ما حبينا هالدعايه شوفي شو عملنا لك اوكي من وحيه بقول بلاير باس مثلا لا شو لحالها رح تجي سيربريز حلوين شو رايك بهالفون بيكتر بدي اخذهم معي هلا هي فعليا هيك انت مش قلب طلوع نزول فوقاني تحتاني يا عمي هالفوتوشوب شو عم يعمل هالايام ايش لا لا مش فوتوشوب وحتى ناكد لك نعيم بدنا نشوف الميكينج اوف تبع هالدعايه شو رايك؟ نشوف متاكد بس يلا بلاير باسم عرفنا ليش سموكي ملكة المسرح على بلياض ومن دون على فكره على فكره هذا اللقب انا بعتز فيه كثير لانه اخذته من لجنه مهرجان هلا فبراير بالكويت بسنه 2010 هالمهرجان يلي الدولي يلي بينعمل كل سنه بهالبلد العريق اللي بعتز اني اخذ هاللقب منه ورفقني مع السنين وبشوف بحالي لما بثبته اكثر واكثر بحياتي بمسيرتي بس الفنيه على كل حال الجماليه مش بس بالدعايه بالفوتوشوت في انسيابيه بال يعني في بتحسي فن في اضاءه حلوه في عن جد كل مين اشتغل على هالالبوم اشتغل من كل قلبه بده كان شويه شفافيه بالفستانيه أكثر من هيك شفافية من بطل نفوت على البلاد العربية أمان الليلة بين إيدينا وعن جد أمان بكلمة حب من حرف أمان ألبوم جديد لميريام فارس إنتاج شركتها الخاصة ميريام ميوزيك بضم 13 أغنية منوعة بين اللهجة المصرية اللبنانية والخليجية حاليا بالأسواق صرت عم بعمل البروموت هدي على الموسيقى تبع الخليجية بدي أقول ميرسي منى بدي أقول ميرسي لكل مين اشتغل بهالألبوم من أصغر حدا من التالنت يلي اشتركوا معي بهالالبوم لاكبر فنان كان موجود بهالالبوم من ملحنين وشعراء وكتاب وموزعين انا اشتغلت مع اكثر من 36 شخص ديركت بيني وبينهم ما كان في انترميديار وكان الشغل كثير حلو هون عم نحكي كتاب ملحنين وموزعين يلي هن فنانين اكيد وفي 250 عازف في 250 عازف شارك كمان بهذا الالبوم كمان وفي 11 نمط موسيقي 11 نمط موسيقي مختلف بين ايقاعات بين كلتشرز فايتين ببعض ثقافات متداخله ببعضها صح كل المشاهدين بيعرفوا فوزي ابو لوزي كيف بحمي
بس بده يغني. ايه كيف قال اعطينا اياها هيك التحمايه هي. هلا ما يكون عندي طلعات مواويل وخاصه لما اطلع من الدو مش البيمول. ايه الديمول هيدي ما وصلت على الدو هيدي تحت ما وصلت بس نحن بس نحن عرفنا انه انت بس بدك تحمي بتزقسي مثل العصفور. لا انتوا سمعتوني مش مش عرفنا فيها ما فيك تعملي شيء بكواليس حديث البلد. احيانا شيء واسرع شيء قبل ما يطلع قبل ما اطلع على المسرح ما بيكون عندي كثير وقت اني لا اورج ولا اوقات بيكون شيء كثير سريع ف مرة تانية ميلا مرة تانية هاي جبتك قرد فيها هاي ما في مجال خلينا نقارن جاها تطلع لي لا 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 انت لا لا خليك لا انا هلا من يوم رايح انا بقول مريم قبل ما نكفي سوا خلينا نسترجع اجمل هيتاتك بالاضافه لاغاني جديده بهالميوزك ستوري ونحن حاطين شرط حتى نعرف مين ريبرتواره احلى من بعد ما نسمع هالاغاني اوكي اوكي يلا يلا لا حبيبي لا انا ما بقيت مرتاح اطلع حبيبي لا انا ما بقيت مرتاح كل يوم قدم لي هدايا كجراح كل يوم قدم لي هدايا كجراح تجيلي تلاقيني بحبك ودايبك عيني اسأل عني قلبي اللي دايما بيسأل جاي تاخذ
انا مشان امي، لانه كل ما بتشوفك عم بتغني على السطح من السطح للسطح وانت شكلي خسرك وبتقولي كيفك انت ان شاء الله منيح بين الغسيلات، بتقولي ان شاء الله بتهرش شو مهضومه، يعني ريتا ما تبلع شو مهضومه مثل ما بيقولوا ببيروت. بقى بدك تقولي له من هالسطح لهالسطح لنعيم كيفك انت وكيفك انت ان شاء الله منيح منيح حتى تغني بعدك متذكرني منيح كنا هالقد صغار لا انت بدك ياني انا حبيبي نعيم مريم. خلينا نشوف سوا كليب نفسي اقولها لك، كلمات محمد الرفاعي، لحن محمد يحيى، واخراج شيرين كوري، واللي نزلتي على الاسواق الاسبوع الماضي تقريبا. مزبوط. او مش 10 ايام مزبوط، وتوزيع ادريس روشيش ومورادزو من هول امستردام. ادريس روشيش ومورادزو اللي عم نقول لك ليش عم تروحي على امستردام على هولندا وتركتي لنا هال مواهب من باب التنوع مش اكثر، يعني أوكي. نحن مشرفنا استاذ فوزي بولوزي يكون في تعاون طبعاً طبعاً. عن قريب ان الله راد. بلاير باسم دي كلمة حب من حرفين وفيها معاني بالدنيا، لمسني هواك بنظرة عين لقيتني بغيب عن الدنيا. أنا مريم بكل الالوان. اي صح، بالابيض أحمر بالاحمر بكل شيء الشعبي الطربي كمان الالوان الغنائيه، يعني قصدي لا الالوان التياب قصدي حتى تملي عينك. مزبوط. مريم زوجتي مدنيان راحت عليك بقبرص، واحتفلت بزواجك بحفل سري مغلق بالفينيسيا ضم 14 شخص فقط. قديش هالزواج المختصر والبعيد عن الاضواء بيتعارض مع صوره مريم الاستعراضية الفاشينيستا اللي يعني الناس معودين عليها؟ انت قلتي منى بعيد عن الاضواء، يعني هيدا كانت امنيتي الوحيده بهالليله انه يكون هالليله الي وحده. كل ليالي بحياتي بتكون نحن عم نشوف الصور على الناس. كل حال هيدي بسانتوريني، هيدي بسانتوريني بشهر العسل. بشهر العسل واللي رفقنا وكانت شيرين معي مع الكرو مرفقنا، لحتى كنت عبالي صور شهر عسلي هيك لأنا حطن هيك عندي أنا وداني بالأرشيف مش أكتر، بس لما لقيت هالقد الناس باركت لي وحبت هالخطوة باركت لي من قلبها مثل الفراشة طالعة على كل حال بهالفستان وفراش بهالورد الفراش. أنا عن جد آيلند مود، يعني Thank you. كتير كتير حلو. وهون عم نشوف لأنه لداني لأنه ما مبين بلا صورة، ليه مش طالع معي؟ لا داني كان عم بصور بركي هو. داني ببين ماسك لها ايدها بالفيديو وهي عم بتنط من الفرحة. هذا العريس. لا شاب حلو اسمه. هذا العريس. لا ليك هلا بتملك شاب حلو. ايه بس هيك الهيئة. انا عم بسمع احلى ولا نفس نوعية الجمال ولا احلى؟ نفس ستيل الجمال. نعيم لا نعيم احلى شوي صراحة. جربت اعمل له نبش عليه على الجوجل ما كنت لاقيه ابدا، حطيت اسمه عملت له سيرج، قلت له سيرج غيرك كثير، قلت له سيرج على الجوجل ما كنت قلت له سيرج وما لقيته. ما لقيته غير كريستيان. جربت كريستيان زهرة كران. لا بالاخر قد ما عملت سيرج بعثوا لي رسالة من جوجل قالوا لي اوعك تجرب بقى تنبش عليه لأنه مريم ما بترضى من كسر لك الجنة. ايه بما انه انا كفيلة جوجل كفيلة. وهي على كل حال الاكثر بحثا على الجوجل، وهي كمان جوجل عندها مهمه بالجوجل. جوجل امباسادور. ايه يمكن عندي تاثير انك ما تلاقي له ولا صوره مشان هيك. بس انه هيك طلعت له ذئز انه منكسر لك ايديك. قالوا لك اجريك كمان ولا بس؟ اجري مش ايدي. اجريك ما بعرف ليه هيك حكيوني بطريقه كثير. بعثوا لك يا رساله ولا طلع هيك فويس مسج؟ ايميل. ايميل. لانه تطوروا كثير هلا جوجل، صاروا بيبعثوا فويس مسج دغري لايف. بيبعثوا بوكس من الشاشة. مريم حكى كثير عن عرسك، نحن بدنا نحكي عن مرحلة ما بعد
الزواج. ما بعد الزواج يعني نفس الليلة بعد ما فلوا العالم. ما في هي في بعد زواج واحدة ما في قبل. هي قصدها بعد العرس يعني فلوا العالم كل واحد راح على بيته صرتوا انتوا وياه لوحدكم شو صار؟ من هون بدك تعرفي ولا غير؟ تفضلي يعني. لا يمكن انا فهمت السؤال غلط ما بعرف. لا انا قلت ما بعد العرس كل انسان فيه ياخذها مثل ما بده. هي قالت ما بعد الزواج لانه نحن بهمنا التفاصيل الدقيقة فمن هون وطلوع شو صار؟ حياتي تعبانه اليوم تعبانه انت كيف شو صار كذا ايه ونحن البرنامج بيحكي كل شيء عن كل شيء اه شفت وقالوا حق صديقي واذا في ولادي طلعوا على كثير ما كثير طلعوا قالوا حق قبل العرس بعد ما قالوا حق تفضل الكلام لإلك تفضل مطرح ما بدك بعد الزواج بعد الزواج مش بعد العرس تفضل بعد الزواج صراحة الحياة كثير حلوة إذا كابل عايشين مع بعض نطت ما عطتك التفاصيل بدك إياها والتفاصيل بتيجي مكملة لهالعلاقة حلوة كثير تود كتب العثور على الطائرة الماليزية أسهل من العثور على زوج ميريام فان نحن الليلة قد ما طلبوا منا المشاهدين معلومات عن داني بما أنه نحن حديث البلد يعني رح نوجه نداء للمواطنين حتى هن يساعدونا كمان بدنا نتساعد يرجى من أي مواطن يشتبه بأي شاب واشم اسم ميريام مكان خاتم الزواج ابلاغنا عن مكانه فورا ونحن عنا فريق جاهز للتحرك باتجاهه بأسرع وقت ممكن بلكي بيطبوا عليه هو وغافي مثلا بيكون حظهم كثير 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 منيح ميريام عم بتعرض لضغوط كثير ما في بقى اكثر من هيك ما في عن جد ليك وين صرنا بدي اعلنها خلص لا 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 انت داني انا داني داني هي دلع وهيدي ميريام مكتوبه هون تشوف مش انه عم نزعبر او شيء يا حبيبي بس داني كاتبها بالانجلش مش بالعربي بس مقبولة منك حبيبي انت داني التقليد انت داني بس داني هو بيقلبها مثل الكمبيوتر عربيك انجلش يعني بيقلبها هو عاملها ترانسليشن ترانسليشن هلا انت فوزي بولوزي اوكي وداني جوزي بولوزي ايوه لانه بنشز اكثر منك بجرب يغني كثير بنشز لدرجة انه كلنا بنعيط له جوزي بولوزي مشان هيك لما عرفت انه انت هون كثير انبسطت اوكي في شيء مشترك رح يحضرك في شيء مشترك لكن عن جد موجه له تحية من دون في شغلتين مشتركة يعني هو بنشز اكثر منك وانت حاطط اسمي كمان بس بالعربي يعني جوزي ابو لوزي وفوزي ابو لوزي فرقت على حرف بس بترد سعره مثل ما بقول من الورقه لنصيب يعني بتفرق اوقات على نمره هو بتعلى جايزه طردي عليها غافي قلنا بلكي بيطبوا عليه بيلاقوه غافي لانك بتحبي هالغنيه كثير وقتها بتغنيها بتفكري فيه لما غنيتها كانت بفترة يعني إذا بدك الخطوبة مش معلنة أنا وداني غنيت هالغنية وحسيت حالي عم غنيها لداني ولابني اللي إن شاء الله يجيني من داني إن شاء الله يا رب طيب بدنا نشوف كيف غافي داني وكيف غافي هالبيبي غافي حبيبي غافي دخلك يا شفافي ما تحكي ولا حتى كلمة بتوعي خافي يا إيدي خافي شدي حبيبي علي شوي شوي وبقلبي خبي الله هيدا أول ما داك عيونه بحضني نابو يا ربي بترجى تمرقني بأحلامه حتى يعرف شو عامل بقلبي غرامه وهوى حس بقلبه عم ينبض بروحي وبجسمي دم المشي بعروقه هو ذاته دمي هو وانا صرنا واحد اسمه يعني اسمي
وبهوى. الله الله الله. هيدي الغنية غافي من كلمات فارس اسكندر والحان سليم سلامه وتوزيع عمر صباغ. مش معقول لهالديو شو هن ناجحين سوا وتوزيع كمان رائع. بعتقد قد ما كان عنده ستريس داني اذا بدك تغني له اياها ما بتلاقيه غير غافي على السريع. ميريام بتقولي انه علاقتكم استمرت 8 سنوات صداقه وسنتين حب. منها 8 سنوات. منها 8 منها 8 سنوات يعني من ضمنهم. نعم. بتقولي انه اخر سنتين بلشتي تحسي شويه غيره، بلشتي اذا حكي مع حدا ثاني تحسي انه لا هالشخص لا لإلي. حايل فيكي ولا حايلتي فيه يعني بهالفتره؟ يمكن يا منى يمكن لك إيه؟ انه انا كان عندي هالشعور لمده 8 سنين وانا يمكن لاخر سنتين التفتت لحياتي الشخصيه او اعطيت وقت لحياتي الشخصيه. كنت تو بيزي يمكن؟ كنت كثير مشغوله بشغلي وب حفلاتي والبوماتي وفني. فلما التفتت لحياتي الشخصيه قلت ما عبالي كمل حياتي الا مع داني. فمشان هيك كبرت مشاعري. يعني مش بس سنتين، 8 سنين وانت عم بتحايلي فيه اتاري لداني ومنك عارفه. 10 10 10 10 سوا. 8 زائد 2 10 هو تعرف يعني شافني من 10 سنين وحطتني براسه لا تعرف عليا. يعني بتعرفي مونديال 2006 اذا مش قبل يا بيي. يعني مرق مونديالين بعدهم عم بيتعرفوا على حالهم، يعني انه شغله كثير كثير مهمه. وهي مع انه 10 سنين بس رح نحط لها اياها سنتين. ايه سنتين حب وغرام صح؟ ودموع العين سنتين سنتين وانا حايل فيك ودموع العين تناديك يا سبب تعذيبي تراري رارارارارا والاسم حبيبي سنتين. ميريام مؤخرا وبحديث لمجلة سيدتي أثنى الفنان باسم ياخور على مسلسل اتهام وعلى أدائك فيه وطالبك بزيادة أعمالك الدرامية، مع العلم أنه اتهام وبسابقة أولى من نوعها تم دبلجته بالبوسنة للغة البوسنية. قديش رح تاخدي بهالنصيحة وتكرري تجربة التمثيل؟ اول شيء بدي اقول له ميرسي وميرسي لكل الناس اللي اثنت على دوري باتهام. انا بعتقد انه هالعمل كان كامل متكامل من كل العناصر اللي فيه. نعم. ايه اكيد برجع بعيد التجربه لانه اجاني تشجيع هالقد من الناس، بس بحس لما بلاقي الوقت مناسب يعني اكيد مش هلا. طيب حفظتي شيء؟ شفتي شيء مقطع بالبوسنة؟ لا بس عرفت انه اسمه اوبتو جانا. شو اسمه؟ اوبتو جانا بالعربي هيدي؟ اوبتو؟ عم بقول لك بالبوسنة بتقلي بالعربي. بالبوسنة بالبوسنة الترجمة تبع اتهام. لأنه اوبتو جانا بتطلع كأنه عم نحكي عربي على شيء زعرني. اوبتو جانا. ايه؟ كيف طلعت معك هيك؟ اوبتو جانا؟ ايه حلو حبيته، يعني مثل هي الغنية شو؟ اوبتو جانا اوبتو جانا كل حالة بيها وعملت الله. خذي بقى صرنا بوسنا على 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 شو اسمه روزانا على روزانا. حبيت الاسم كثير عن جد اوبتو جانا. يعني مش معقول ميريام تسمع هالصوت الحلو اها وما تقول لك امان على هاي اوبتو جانا. جعد لنا اياها شوي كمان. ايه ايه بليز بليز هيك اعطيها بس. هو ما في انا عندي جمهوري حبيبي ما بدي احرق حالي بالاغاني. لا 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 بس هيك طلع 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 فيها هو هيك يعني. الو اوبتو جانا اوبتو جانا كل ليل حالة بيها الله شو عملت اوبتو جانا الله يجازيها. الله يجازيك على الصوت الحلو. رح اعمل رح اعمل ميدلي. نعم. ميريام ميريام تي خلص بس. يعني ميريام هي بالاساس فان. انت بالاساس فان لنعيم. هلا انت ما بتعرف. ايه وهلا سمعتي صوته اكيد بدك تقولي له امان. احلى معقول ما تقولي له امان؟ يلا
فاتت يلا هلا صارت متدايره انا وياه. ايه ايه لا لا يعني هو خارج المنافسه. ايه خارج المنافسه. ايه خارج المنافسه. ايه مغرد لوحدك لوحدك محلي. نعيم بتحب تسمع اغنيه امان 4/4 ولا 10/8؟ 8/14. شو الفرق؟ شو الفرق؟ بعرفني انا رجينا ولو انت بتمرس سياسيه اكثر من فنيه موسيقيه. شو يعني شو الفرق؟ اغنيه هو موشح اساسا هالاغنيه يلي حولتها لاغنيه امان يلي اسمه لما بدا يتثنى. الموشح هو الايقاع تبعه سماعي ثقيل مقسم على 10/8. هلا لما جيت انا بدي اعملها دانس لحتى اعرفها اذا شيء على اذا بدك على الجيل الجديد تبعنا، اقترح علي هادي شراره موزع الاغنيه انه يعملها 4/4 لتقدر تصير دانس. وعملناها 4/4 واصريت اني خلي بارت فيها 10/8 هي الشرق اللي بتسمعوه كرمال نكون مسكنا اقصى الاغنيه الشرقيه اقدمها لا احدثها وعملناها بطريقه هالقد حديثه. اذا نحن كنا طمعين وقلنا لك فيك تغنيهم اثنيناتهم فيكي؟ يلا. لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى أمان 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 لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى أمان 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 حبي جمال فتنا كل الصفية أب وبر الجاكيت كله هيك طلعت منيح ما قلت لي شعرات راسي لكن اتمسخر علي انها قرعة لا 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 بس انه لانه اوقات يعني واحد بيقول انا جديد هون انا جديد هون جاي هيدا ستايل جايين هيدا ستايل هيدا ستايل حرق بعده عدمه طري حرق هيدا ستايل بدي انا بالعكس هيك بلبق لك ومع السوالف الطوال كمان كثير حلو احلى واحلى احلى واحلى يعني بدي لك ميريام 14/8 10/8 4/4 3/5 2/6 كله روعة وأمان أمان ميرسي ثانك يو ميريام عندنا سلسلة أسئلة سريعة لإلك يلا جاهزة عليهم أوكي ميريام وانترفيو أنا عندي منافسة بمجالي أنا كل مين بمجالي هو منافس لإلي برافو بتقولي أنا معلقة كتير بالماركات أنا معلقة بالموضة إيه هي. لا ما خص هيك ولا هيك وأكبر دليل إنه فستان عرسي كان تصميمي وتصميم أمي بتقولي أنا بتقبل النقد اكيد اذا كان بالنق يعني اذا كان واحد عم يحكي ليعطي نقد بالنق مش عم يحكي لمجرد بس تجريح صح بتقولي انا غلطت مع كم شخص بعتذر منهم كل شخص بغلط معه معروف عني اني بعتذر دغري بتقولي انا انغرمت اكثر من 5 مرات لا انا انغرمت مرتين بتقولي انا إنسانة إيجابية وبحب الحياة كثير هذا أهم شيء يعني الإيجابية هي سبب النجاح
سنة الصبية اللي معنا اسمها كريستين. اوكي. واول كارت رح تجيبه رح تجيبه لإلك. اوكي. اوكي. كريستين. زفة العروس. شو مكتوب على كارتك ميريام؟ زفة العروس عليك وعلى عريس بالخليجة. زفة بركة. زفة العروس عليك والعرس بالخليج. رح بلش جملة رح أقول لا إله إلا الله. أوكي. وكل ما أقول جملة بترجع بتقوله لا إله إلا الله. أوكي. أها هيدي عم نعرف شغلة جديدة عن الزفة اللي إيه من بعد الخليجية. الزفات الخليجية بتبلش تقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يلا أسرع. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا أخواتن باليمين. لا إله إلا الله. هذه عطايا الرحيم. لا إله إلا الله. يا مصلي الخمسين عامت عينك يا حسون. شو مهضوم مثل ردية يعني للأعراب. ايه وبيقولوا اسامي العيال واسامي العروس والعريس. شي كتير حلو شي كتير حلو مؤثر عن جد. كل بلد له هيك طابع بس هون حلو انه في هالطابع الديني يعني انه كتير حلو ومثل عم يدعوا لهم يبعدوا عن الحسد. صح وعن هيك. صح. نعيم حافظ الزفة الأصلية الشامية وين بتفوتيني هالفوتين؟ بلا أيها شو هي؟ شن قليلة. هيدي هيني. ايه قالوا شن قليلة شن قليلة شن قليلة شن شو هالهيصل هيصل ليلة والعريس وما العروسه شن قليلة شن قليلة هو شلح وهي تبوسه. هلا طلعت معي هيدي بلا عم نحكي ما شاء الله وبدينت الله يسامحك. بلشنا شلح وما شلح الله يسامحك. الله يسامحك. الله يسامحني انا على هالسؤال. قادرين ميريام نحن قلنا انه بلش البروجرام على وجهك كمان رح نعلن بوجودك عن ابلكيشن حصريه بحديث البلد بتحمل اسم كاريكاتور بتخول المشاهدين او اي شخص يكتب حوار بين شخصيه فنيه ومشاهير بصوره كاريكاتوريه بعد ما يعمل داونلود لابلكيشن كاريكاتور من الابل ستور على هاتفه وبيبعت الحوار مع اسمه او مع اي نيم يعني لقب بحب انه يبعثوا معه. مثل ما بتشوفي هون عندنا كل الشخصيات اللبنانيه الفنيه والسياسيه وبيقدر هون بس سياسيه وبيقدر يحطهم بوضعيات مختلفه وعنده باك جراوندز مختلفين. وين ميريام؟ ميريام هون عملك شعرك احمر. هيدي ميريام هون قبل شوي كان عندنا اربع ميريامات هون والخمسه هلا هلا في خمسه وخمسه بعيون الحسد ربي ينجي. بيقدر يقعدهم على الكنبيه وبيقدر يعمل حوار بيناتهم ونحن رح يوصلنا الكاريكاتير الخاص بهالمشاهدين ورح نحط انا لازم يغيروا لي شعري للاشقر على فكره وانا طالبه يغيروا لي شعري للبني. هلا مثلا هيدي اللي نزلت قبل ما يبلش البرنامج وعملها كريستو بيقول الجنرال هلا اثنين عم بيكتبوا على الحيطان حديث البلد راجع بقول له الحكيم نعم يا جنرال راجع 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 اكيد اكيد اكيد. بقى نحن من هالكاريكاتيرات اللي رح يجونا رح ننقي الاجمل ونعرضهم على السكرين فقعدوا وتسلوا فيهم بالبيت وهيك بيكون صاير في انتر اكشن بيننا وبينكم. يعني ما قلنا قلب تخلص هالمقابله. ميرسي لكم ميرسي لك.
ميرسي لفريق العمل تبع حديث البلد يلي انا بعرف قديش تعبوا لحتى وصلوا لهالدات لحتى اكون نفتتح هالحلقه سوا انا وياك منى. مثل ما انت بتتفائلي فيني انا بتفائل فيك كمان، وباحلى صوره ما بنرضى الا احلى صوره على ام تي في. وصدقوني قد ما انتم بتحبوني انا بحبكم كمان. ميرسي كثير. ميرسي كثير ليريا. ورح نودعك على غنيتك وان شاء الله دائما تدق لك الطبول بالافراح. ثانك يو ثانك يو.